النهارده هنعمل ساندويتش هوت دوج بالمشروم. مكونات الساندويتش هوت دوج: زبده، مشروم، بودره شوربه مشروم، بودره بصل، مرقه فراخ، فلفل اسود، ومايونيز. هنبتدي الاول بالهوت دوج على الطاسه كده على طول. نشيله ده كده. نحط مشرومز وشوية مية. كده بودرة شوربة مشروم. مرقة. بودرة البصل. كده زبدة. نحط الهوت دوج تاني. نحط شوية فلفل اسود على المايونيز. ندهن من ناحيتين. كده الساندوتش بتاعنا جاهز، ساندوتش هوت دوج بالمشروم، ساندوتش حاجة ساقعة بالهنا والشفا.